اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني والحلقة الثانية من شرح كتاب ديسكفر على قناة فلاش، قناتكم المفضلة. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنشرح النهاردة الشابتر 2، الجزء الثاني في كتاب ديسكفر كي جي 1. هسيب لكم اللينك بتاع شرح الجزء الاول في الديسكريبشن تحت، عشان لو حبيتوا ترجعوا له في اي وقت ترجعوا له بكل سهولة. وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وكتاب كونكت لكي جي 1 وسنة وكي جي 2 وكتاب ومنهج كي جي 2 وأولى ابتدائي، بس احنا دلوقتي بدأنا بكي جي 1، وإن شاء الله ده شابتر 2 في كتاب ديسكفر سنة 2019. وعنوان الشابتر هو أم أي، هو من أنا أكون، من أكون أنا. وشابتر 2 ماميز اند داديز، اللي هو الامهات والاباء. ويا ريت وانت بتتفرج على الفيديو دلوقتي توقف وتحضر قلم والكتاب معاك علشان تترجم الكلام اللي احنا هنقوله، ويكون الموضوع سهل عليك وانت بتذاكر لابنك او بنتك. طبعا دي صورة الصفحة بتاعت الشابتر، واحنا هنا هنبتدي ندخل على الصفحة اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي صفحة رقم 16 زي ما احنا شايفين، صفحة رقم 16. وزي ما احنا تعودنا قبل كده نقرأ عنوان الصفحة ونشوف ايه المكتوب. اول حاجة my family، my family يعني عائلتي، family اسرة او عائلة. my family directions التعليمات، draw a picture ارسم صورة، of the people للناس، who live in your home اللي بيعيشوا في البيت بتاعك. draw ارسم a picture صورة، of the people، the people اللي هي الناس، دي الترجمة بتاعتها، who live اللي عايشين in your home في بيتك. وهنا بيقول للطفل ارسم صورة لأسرتك، بالمعنى الأصح يرسم صورة للناس اللي عايشين معاك في البيت. دي صفحة رقم 16. هندخل على الصفحة اللي بعد كده اللي هي صفحة رقم 17، وده العنوان بتاعها Children and Adults. Children يعني الأطفال، ودي جمع child اللي هو طفل، and و adults البالغين، Children and Adults. والدايركشنز بتاعت الصفحة دي مكتوب color the number، color the number لون الرقم، of children لرقم الأطفال، and adults والبالغين in your home. يبقى ايه؟ تلون العدد الخاص بالأطفال والبالغين في بيتك. وزي ما هو واضح قدامنا في آخر الصفحة، ادي child يعني طفل، وadult يعني بالغ أو كبير في السن. وبيقول لك لون عدد الناس البالغين في الأسرة عندك، بيقول للطفل كده، وعدد الأطفال الموجودين في الأسرة عندك. ودي رقم، دي بيج رقم 17. وندخل على الصفحة اللي بعد كده اللي هي بيج رقم 18، والصفحة عنوانها كالآتي تاسكس مهام. تاسكس مهام يعني ايه؟ مهام يعني ايه؟ تاسكس اللي هو بيطلب من الطفل حاجات تعملها. ونقرأ الدايركشنز بتاعتها. ودي اول حاجة موجودة في الصفحة، دايركشنز التعليمات، circle three pictures حدد ثلاث صور بشكل الدايرة، حط دايرة حوالين ثلاث صور، of tasks لمهمات، your mommy مامتك، and daddy وباباك، do at home. يبقى حط دايرة حوالين تلات حاجات مامتك بتعملها وباباك بيعملها في البيت، ده أول حاجة. وبعدين ال draw، draw ارسم a square مربع around two tasks حوالين مهمتين، you help with at home يعني انت بتساعد بيهم في البيت. يبقى ايه؟ بيقول للطفل ارسم مربع، draw a square ارسم مربع around two tasks
حوالين مهمتين you help with، انت بتساعد بي at home في البيت. وفي هنا حاطط صور لحاجات clean home يعني بينظف البيت، clean home بينظف البيت، cook food بنطبخ الطعام، cook food بنطبخ الطعام، care for plants بنراعي النباتات، بنرعى النباتات بنسقيها وبننظفها، care for plants بننظف النباتات وبنراعيها، care for pets، pets اللي هي الحيوانات الأليفة، و care for pets اللي هو بنعتني بالحيوانات الأليفة، take out trash بنرمي الزبالة برا، trash اللي هي القمامة، و take out بنخرج برا القمامة بنرميها برا، wash clothes اللي هي بنغسل الملابس، wash clothes اللي هي بنغسل الملابس، fix sinks، fix اللي هي بنصلح، sinks الأشياء، fix sinks بنصلح الأشياء، drive people بنوصل الناس، drive بتيجي بمعنى بيسوق وبتيجي بمعنى بيوصل، وهنا هي معناها بيوصل، drive people بنوصل الناس، وشوب آخر حاجة اللي هي بنتسوق، شوب آخر حاجة اللي هي بنتسوق، شوب آخر حاجة. وهنا بيقول لك باختصار في الصفحة دي نحط دايرة حوالين الحاجات اللي ماما بتعملها وحوالين الحاجات اللي بابا بيعملها، 3 حاجات ماما بتعملها و3 حاجات بابا بيعملها. ولو انت تاني نقول تاني، هو بيقول لك هنا حط دورية حوالين 3 حاجات 3 tasks، تمام؟ circle 3 picture of tasks، حط دايرة حوالين 3 مهمات مامتك وباباك بيعملها، بابا بيعمل 3 حاجات حط حواليهم دايرة، وماما بتعمل 3 حاجات حط حواليهم دايرة. وبيقول لك draw a square around 2 tasks، وحط مربع حوالين حاجتين انت بتساعد بيهم في الحاجة في البيت، انت بتساعد بيهم في البيت. يبقى انت هنا هتعمل 6 دوائر ومربعين، ده بالنسبة للطفل، 3 دوائر لمهمات الام و3 دوائر لمهمات الاب ومربعين لمهمات الطفل بيساعد بيهم في البيت. ودي صفحة رقم 18، دي بيج رقم 18. ندخل على بيج رقم 19 او صفحة رقم 19، وهي موجود فيها ال baby and adult animals، يعني baby يعني طفل، and adult وبالغ، animals الحيوانات، يبقى الحيوانات الاطفال والبالغة، الحيوانات الصغيرة والكبيرة، directions التعليمات، write the letter B اكتب الحرف B، letter بتيجي بمعنى حرف وبتيجي بمعنى جواب او خطاب، under the baby تحت اي صورة طفل، animal baby animal تحت صورة اي حيوان صغير، يبقى تحط تحت صورة اي حيوان صغير حرف ال B، and write the letter A واكتب الحرف A، under the adult animal وتحت صورة كل حيوان بالغ او كبير حط تحت منها حرف A. احنا هنكتب B تحت صورة الطفل اختصار لبيبي، مش احنا طبعا ده الطفل، وهنكتب A تحت كل صورة بالغ حيوان بالغ او صورة حيوان كبير اختصار لكلمة adult اللي هو بالغ. ودي صفحة رقم 19، وزي ما هو واضح فيها 6 صور لقطة صغيرة وقطة كبيرة، هنحط B وهنحط A، وحصان صغير وحصان كبير هنحط B وهنحط A، وجمل صغير وجمل كبير هنحط B وهنحط A. نوصل لبيج رقم 20 اللي هي صفحة رقم 20، وعنوان الصفحة Animal Great Game اللي هي لعبة شبكة الحيوانات، لعبة شبكة الحيوانات. وأول حاجة الدايركشنز بتاعت الصفحة دي بيقول لك spin the spinner، spin the spinner اللي هو دور الدايرة، ده اسمه spinner اللي هي اللوحة الدوارة أو الدايرة الدوارة، بيقول لك spin the spinner دور الدايرة الدوارة، هنعمل نخلي الطفل يعمل نفسه ان هو بيلف حواليها كده وبيدورها لغاية ما يقف عند رقم معين، and count the number to land on a square، يعني بيقول لك وشوف الرقم اللي بيقف عنده، عد الرقم اللي بيقف عنده المربع ده، يعني مثلا احنا وقفنا الطفل وهو بيلف وقف عند رقم 2، هنشوف ادي 1 ادي 2، يبقى هو ده ايه
ادي واحد ادي اتنين، هو ده ايه؟ مربع رقم اتنين. مربع رقم اتنين المربعين دول هم رقم اتنين، هنشوف ايه الموجود فيهم. and count the number to land on a square، وعد الرقم اللي بيقف عنده المربع. tell your partner، اخبر شريكك، اخبر بابا او ماما اللي قاعدين بيذاكروا معاك. how the baby animal، ازاي الطفل الحيوان. and adult animal، والحيوان البالغ اللي هو بابا او مامته اللي في الصورة معاه. are similar، متشابهين. يبقى بيقول لك اخبر بابا او ماما اللي بيذاكروا معاك الحيوان البالغ والحيوان الصغيرين متشابهين قد ايه. وبعد ما تعمل كده tell your partner، اخبر بابا او ماما الشريك اللي معاك، partner يعني شريك، اخبره how the baby and adult animal، ازاي الحيوان البيبي الحيوان الصغير والحيوان البالغ الحيوان الكبير are different، مختلفين. يبقى هتخبر بابا وماما او شريكك اللي هو your partner شريكك ان هم ازاي similar اللي هم ازاي متشابهين، وان هم ازاي different ازاي هم مختلفين. هنقعد نلف على السبينر ده، ده اسمه سبينر، هنلف حواليه ونشوف رقم واحد مثلا اللي هو المربع ده والمربع اللي تحت منه، دول رقم واحد. وهنلاقي في السبينر هنا خمس ارقام 1 2 3 4 5، هنا برضو في خمس مربعات 1 2 3 4 5 وتحت منهم خمسة تانيين. فهناخد كل رقم مربعين بتوعه كل رقم، وهنبص عليه ونخلي الطفل يبص عليه ويقول لنا ازاي الحيوانين اللي موجودين في المربعين دول، كل مربع ازاي الحيوان الطفل والحيوان الكبير مختلفين في ايه، متشابهين في ايه في كل مربع من المربعين دول. وبالتالي نكون خلصنا بيج رقم 20 اللي هي بيج رقم 20. ونوصل عند الصفحة رقم 21 اللي هي page 21، وعنوان الصفحة كالآتي: mommy and me، ماما وأنا. هنا directions التعليمات: in the top box، في الصندوق أو المربع الأعلى، هو في صندوقين في الصفحة أو مربعين في الصفحة زي ما احنا شايفين. يقول لك in the top box في المربع الأعلى draw a picture، ارسم صورة of a baby animal، لطفل حيوان and their mommies that you researched، انت قمت بالبحث عنهم. طبعا هنا بيقول لك بعد كمان هنا ترسم في المربع ده حيوان ومامته انت كنت بحثت عنهم وشفت شكلهم ايه، مختلفين في ايه ومتفقين في ايه. in the bottom box، في الصندوق اللي تحت بيقول لك draw a picture of you، ارسم صورة ليك and your mommy، وايه ومامتك. يبقى انت هترسم فوق الحيوان ومامته وتحت هترسم صورة، هترسم صورة ليك ولمامتك. match it يعني قارنها، قارن بيها. directions التعليمات: draw a line between the adults، ارسم خط بين الادلت animal الحيوان الكبير البالغ and its matching baby animal، والحيوان اللي شبهها البيبي الصغير. ودي صفحة رقم 22، وهنا هنلاقي في صفحة رقم 22 صور الحيوانات. وبالاخر كده بيقول لك وصل صورة الحيوان الكبير بالحيوان الصغير بتاعه، هنا في دب كبير في هنا دب صغير. والكلمة الجديدة في الصفحة دي اللي هي match يعني وصل، match يعني وصل. بيج رقم 23 وهي عنوانها let's count، خلينا نعد، دعنا نعد. directions التعليمات: write the number of objects، اكتب عدد الاشياء الموجودة you see in the picture، الحاجات اللي انت شايفها في الصورة اكتب عددها. write the number of the objects of objects، اكتب عدد رقم الاشياء you see إن اللي انت شايفها in the pictures في الصور. on the line below the picture، في الخط اللي تحت الصورة. يبقى انت هنا شايف مثلا
في هنا 4 صور في الصفحة، كل صورة فيها objects معينة، فيها هنا objects معنى عناصر، عناصر الصورة. هنا في عندك 4 صور في الصفحة، هنا الصورة الأولانية فيها رجلين لطائر 2، هتكتب الرقم اللي تحت الصورة 2 مثلا. هنا في تيل، في ديل لحيوان، هنا عدد object 1، تكتب هنا 1. هنا في 4 legs 4 رجلين، هتكتب رقم 4، رقم 4. هنا في 3 animals، هنكتب 3، وبالتالي هنشوف الطفل يعرف يعد الحاجات الموجودة في الصور ويعرف يكتب رقمها ولا لا. ودي بالتالي دي صفحة 23 تكون خلصت. صفحة رقم 24 وعنوانها كالآتي: Growing and Changing. الحاجات Growing يعني بينمو، and Changing وبيتغير. Growing and Changing، بنكبر وبنتغير. The directions، التعليمات: Number the life stages، عدد مراحل الحياة of the butterfly، للفراشة. يبقى بيقول لك عدد مراحل الحياة بتاعت الفراشة، number عدد the life stages مراحل الحياة of the butterfly بتاعت الفراشة. color the life stages، لون مراحل الحياة. هنا مرحلة 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 directions 2، اللي هي تيب اور جلو، يعني ايه؟ يعني الزق يور 3 بيكتشرز، الثلاث صور بتاعتك. يو ماي اولسو درو، او ممكن انت برضو ترسمهم. زين نمبر يور لايف ستيجز، يبقى انت مطلوب منك ان انت ترسم 3 مراحل في ال3 مربعات اللي تحت في اسفل الصفحه دول، مش انت طبعا، الطفل، لمراحل حياتك. ممكن هو يرسمهم، ممكن يجيب 3 صور لطفل وشاب وكهل، طفل وشاب وحد عجوز يحطهم، ممكن يرسم. فهو مطلوب في المربعات الثلاثة دول ان الطفل ممكن يرسم او يلزق 3 صور لنفسه في ال3 مربعات دول. واحدة مثلا فيهم بتوضح لي صورة ان هو وهو لسه مولود، صورة وهو لسه بيحبي كطفل او كبيبي، وصورة وهو ليه دلوقتي. فبالتالي هو يبقى 1 2 3، صورة صغيرة خالص لسه مولود، صورة لسه طفل بيحبو او بيتسند مثلا بيمشي، وصورة ليه وهو دلوقتي في المدرسة. ودي كده بالتالي انتهينا من بيج رقم 24، ودي كانت بتوضح لك بتوضح مراحل الحياة بالنسبة للطفل. ونوصل لبيج 25 اللي هي صفحة 25، وعنوان الصفحة plants اللي هي النباتات، والمفرد بتاعها plant اللي هو نبات، ودي كلمة جديدة. directions التعليمات: color the rest of the picture، يعني لون الجزء المتبقي من الصورة، و the rest هنا المتبقي او الجزء الباقي من الصورة. وتاني حاجة number the life stage of a plant، يعني اكتب مراحل حياة النبات. وهنا تحت في الصفحة نلاقي في بذرة وفي نبات وفي آخر حاجة نبات كبير. هيطلب من حضرتك أو إن أنت تخلي الطفل يلون الأجزاء المتبقية من الصور، وبعدين هنكتب تحت كل صورة المرحلة بتاعت الحياة دي في حياة النبات. هيبقى في مرحلة رقم 1 أو نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3. وندخل ونوصل لبيج 26 اللي هي صفحة 26، وعنوان الصفحة My Child Puppet اللي هي عروستي الطفل. My Child Puppet اللي هي عروستي الطفل أو العروسة بتاعتي الطفل. Direction Create Your Child Puppet، يعني ارسم صورة العروسة اللعبة الطفلة بتاعتك. كل طفل المفروض بيبقى عنده دبدوب، بيبقى عنده عروسة بتاعته، صديقته العروسة باختصار كده. فهو بيقول للطفل هنا your child puppet اللي هي العروسة اللعبة بتاعتك. وهنا في تحت هنا شكل فارغ التفاصيل، هو بيطلب من الطفل ان هو يرسم شكل العروسة بتاعته فيه. ودي بيج 26.
نخش او نوصل لبيج 27 اللي هي ماي ادلت بابت اللي هي العروسه البالغه والعروسه الكبيره بتاعتي. والدايركشن كرييت يور ادلت بابت، ارسم عروسه كبيره ليك، تكون دبدوب كبير، تكون حاجه كبيره هو شايفها كعروسه ليه او عروسه عنده فعلا، على شكل حد كبير، حيوان بالغ او انسان بالغ زي ما هو شايفه. ودي بيج 27. Page 28 My baby animal puppet، العروسة اللي على شكل حيوان بيبي بتاعتي. ودي page 28 والدايركشنز بتاعتها create your baby animal puppet، يعني ارسم صورة العروسة اللي على شكل حيوان صغير بتاعتك. ودي page 28 زي ما احنا شايفينها. واخيرا وليس اخرا الشابتر خلص واحنا على ابواب شابتر 3 My school. ولو عاوزيني اشرحه عرفوني من اللايكات والتعليقات، وعلشان يوصلكوا شرح باقي الاجزاء لازم تشتركوا في القناة. ولو في اي حاجة حبيت تستفسر عنها، اي نقطة محتاج لها توضيح، ياريت تبعتلي في التعليقات وانا ان شاء الله هكون هشرحها على طول بشكل مختلف وشكل مبسط بشكل تاني. وتاني حاجة تقول للبابي ومامي، يا بابي ويا مامي أصحابي في الفصل محتاجين يعرفوا المعلومة دي، خليهم يعملوا شير ليها. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا ليكم جدا.